مساء الورد والود، مساء الإنجازات العامرة على أرض هذه الأرض الطيبة. نرحب بكم متابعينا في برنامج صباح ومساء، واليوم في برنامج صباح ومساء نقدم لكم باقة من الفقرات والعلوم المتنوعة بإذن الله على مختلف الأصعدة بمشيئة الله. وأيضا كما نرحب بكم مشاهدين، نرحب أيضا بزميلي في الاستوديو سيف. هلا ومرحبا فيك سيف. مرحبا جنان، وأيضا مرحبا بكل المتابعين، كل الأحبة اللي يشاهدونا عبر شاشة تلفزيون السلطنة والمتابعين لبرنامج صباح ومساء. أيضا فقراتنا ومحطاتنا متواصلة معكم مشاهدينا، ومثل ما تعرفوا أنه اليوم هي فقرة تكنو اللي من خلالها كذا نستعرض أبرز الأحداث وأبرز ما توصلت إليه عالم التقنية وعالم التكنولوجيا بمشيئة الله. وراح يكون معنا ضيف متخصص في هذا المجال، راح نناقش في بعض المواضيع اللي إن شاء الله تعالى أنها تلان رضاكم، وراح إن شاء الله تعالى أيضا يعني تساهم في رفع مستواكم المعرفي والثقافي بمشيئة الله. أيضا بإذن الله مشاهدين راح يكون معنا ضيف للحديث عن إدارة وتنمية الموارد البشرية من خلال فقرة من فقرات برنامجنا. كما نذكركم أيضا بسؤال الاستطلاع بمشيئة الله، سؤالنا للأسبوع القادم واللي يقول: هل وضعت خطة مستقبلية لمرحلة ما بعد التقاعد؟ الإجابة بنعم أو لا. أما سؤالنا التفاعلي مشاهدينا عبر صفحاتنا التفاعلية، طبعا السؤال يقول: في رأيك هل أصبحت الوسائل التعليمية التقليدية في تراجع في ظل انتشار التقنية؟ طبعا نستقبل إجاباتكم، نستقبل كل اقتراحاتكم، نستقبل كل المعلومات عبر صفحاتنا التفاعلية، عبر طبعا الصفحات اللي هي جنان، طبعا مثل ما هي ظاهرة على الشاشة. يمكنكم مشاركتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر عبر العنوان أومان تي في جنرال، وأيضا يمكنكم مشاهدة البرنامج عبر اليوتيوب عبر العنوان أومان تي في جنرال. نتمنى لكم مشاهدة طيبة لنا في برنامج صباح ومساء، ولنا عودة بعد فاصل القصير. العقدة أمانة في يد الجن. هو كهف قديم منذ قبل الإسلام، بكم مجددا مشاهدينا في صباح ومساء. وصلنا معكم في أولى فقراتنا لليوم، وهي فقرة علومنا واللي فيها مجموعة من الأخبار المحلية والدولية بمشيئة الله. من علومنا لليوم: حث البنك المركزي جميع البنوك المرخص لها في السلطنة بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووجه البنك بضرورة زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة. ومن علومنا أيضا مشاهدينا أحب منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية يحقق إنجازا ويحجز مقعدا في مونديال المغرب بعد فوزه يوم أمس على المنتخب البحريني، ويعد هذا التأهل الرابع لمنتخبنا الوطني للنهائيات. لازلنا معاكم في فقرة علومنا، ومن علومنا أيضا دراسة: الأناناس عامل مساعد على علاج أو مساعد في علاج السرطان. أعلن علماء أستراليون عن اكتشاف عنصر قوي مقاوم للسرطان في جزئيات الأناناس، والتي تساهم في ابتكار دواء جديد لمكافحة هذا الداء. وقال الباحثون في معهد البحوث في كوينسلاند أن عملهم تركز على 2 من جزيئات البروميلايين، وهو مستخلص مشتق من جذع الأناناس المطحون، ويستخدم في تليين اللحم أو صبغ الجلود. ما أعرف أنت تحب الأناناس سيف ولا لا؟ ما ذاك الزود، لكن أنا بصراحة وايد أحب الأناناس، ما شاء الله من الفاكهة المفضلة عندي. يلا إذن هنا وعافية إن شاء الله. الله يسلمك إن شاء الله، وأيضا هنا وعافية على كل من يتابعنا. أيضا من علومنا لليوم: فازت وزارة الصحة بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2013 في فئة استخدام التقنية في مجال الصحي عن برنامجها لرعاية الأمومة والطفولة، حيث جاء مشاهدينا إعلان الفائزين بالجائزة لهذا العام صباح يوم أمس أثناء افتتاح أعمال المنتدى الدولي لقمة مجتمع المعلومات في مدينة جنيف بسويسرا.
وللحديث أكثر عن هذا الفوز ينضم إلينا من جنيف عبد الله بن حمود الرقادي، مدير عام مساعد بتقنية المعلومات وأيضا لشؤون النظم والمحافظات والمستشفيات. بداية مرحبا بك معنا. السلام عليكم ويسعد الله مساءكم بكل خير، ونرحب بكم وبالمشاهدين الكرام. حياك الله الأخ عبد الله. لو في بداية لو تحدثنا كذا عن برنامج رعاية الأمومة والطفولة المشارك طبعا في هذه المسابقة. في البداية قبل أن نشرع بالحديث عن هذا البرنامج، نود أن نبارك السلطنة قيادة وحكومة وشعبا، وكذلك المباركة موصولة لوزارة الصحة وعلى رأسها معالي الوزير الموقر، وكذلك أصحاب السعادة الوكلاء والعاملين بوزارة الصحة على وجه العموم والعاملين بتقنية المعلومات على وجه الخصوص. حقيقة هذا البرنامج هو برنامج وطني، ولنا الشرف والفخر أن يكون إحدى إنجازاته هذا الإنجاز العالمي الذي يعد ثالث إنجاز عالمي على مستوى العالم، حيث سبق وأن حصل على 3 جوائز عالمية، منها جائزتين للأمم المتحدة وهذه الجائزة الثالثة، وكذلك فاز بجائزة جلالة السلطان في عام 2010. نعم. البرنامج حقيقة هو برنامج رعاية الأمومة والطفولة، وهو من ضمن منظومة أكبر وهي نظام الشفاء. هذا البرنامج يتكون من جزئيتين مهمتين، هما رعاية الأمومة والذي يعني بالمرأة الحامل ووصولا بالأطفال إلى ما دون السن الخامسة كرعاية متكاملة. نعم الأستاذ عبد الله، يعني بكونك متواجد الآن بجنيف، ما هو الهدف من اختياركم لهذا البرنامج؟ حقيقة الهدف الأساسي كان هو أن نظهر للعالم مدى ما توصلت إليه تقنية المعلومات بالسلطنة. نعم. وممثلة بالصحة الإلكترونية. حقيقة هيئة تقنية المعلومات بالسلطنة تقوم بالإشراف على المشاريع التنموية التي تحدث بالسلطنة، وقد تم ترشيح وزارة الصحة وبرنامجها، لأنه هذا العام والعام المنصرم كان التركيز الأكبر من خلال مجتمع المعلومات الرقمي هو الوصول إلى خدمة المجتمع وإلى خدمة الأطفال والمرأة على المستوى العالمي. نعم. حقيقة كان البرنامج حصل العام الماضي على صدى طيب من خلال الورقة التي ألقينا فيها الضوء على هذا البرنامج، وتم ترشيحها في هذا العام لأن تدخل المنافسة على مستوى العالم لتكون واجهة للسلطنة في مجال تقنية المعلومات. أسهم هذا البرنامج حقيقة، وخلنا ألقي الضوء أن هذا البرنامج ليس فقط تقنية المعلومات، وإنما هناك جهود مخلصة من قبل القائمين على صحة المرأة وصحة الطفل وكذلك القائمين على التحصين، حيث أن البرنامج ساعد وساهم في تقليص عدد الوفيات بالنسبة للأمهات الحوامل وكذلك بالنسبة للأطفال ما دون السن الخامسة. أضف إلى ذلك أن المشروع ساهم مساهمة فاعلة في زيادة نسبة التحصين، حيث وصل التحصين إلى أكثر من 99% بالنسبة للأطفال. ما يميز البرنامج أن هناك إشعارات وإخطارات إلكترونية متوفرة بالبرنامج في من خلال إذا ما أقصد أنه إذا كان هناك موعد طائف ل يعني قد فات موعد. نعم لطفل معين. نعم نعم لطفل معين هناك إشعارات خلال الرسائل القصيرة وكذلك من خلال البرنامج. أضف إلى أنه عندما يأتي الطفل للتسجيل للمدرسة هناك استشعارات وهناك إشعارات إلكترونية تعطى للقائمين أو القائمين على البرنامج أن هناك تحصينات قد تخلف عنها، ومن ثم يعطى هذه التحصينات. جميل. نعم. إذن أضف إلى أنه أنا وددت بس أني أعطي نسب بسيطة إلى ما وصلت إليه السلطنة في التقليل بالنسبة لنسبة الوفيات، حيث تقلصت النسبة بالنسبة للحوامل من 22 حالة لكل 100,000 حالة بعام 90
إلى 13 حالة لكل 100,000 بحلول عام 2009. نعم. كذلك بالنسبة للأطفال الرضع انخفضت النسبة من 29 حالة لكل 1,000 إلى 9.5 حالة لكل 1,000 عام 2009. جميل. نسبة الوفيات للأطفال دون السنة الخامسة تقلصت من 35 لكل 1,000 حالة، وهذا إنجاز. نعم. إلى أن وصلت إلى 12 حالة فقط لكل 1,000 حالة في عام 2009. ما شاء الله، إذن نبارك لكم هذا الإنجاز يعني أستاذ عبد الله، ونبارك لكم أيضا هذا الفوز. نشكرك الأستاذ عبد الله بن حمود أرقادي، مدير عام مساعد بتقنية المعلومات لشؤون النظم والمحافظات والمستشفيات، شكرا لك. شكرا جزيلا. ونحن بدورنا أيضا مشاهدينا الأحبة متواصلين معكم في برنامج صباح ومساء، وأيضا فقراتنا ومحطاتنا متواصلة، حيث أنه نظم مكتب الإشراف التربوي برخيوست بمحافظة ظفار صباح اليوم الحفل السنوي الختامي لتكريم الطلبة المجيدين في التحصيل الدراسي وفي الأنشطة التربوية بالمدارس التابعة للمكتب. خلونا ويا بعض مشاهدينا نتابع التقرير ولنعود بمشيئة الله. تكريم الطلبة المجيدين يأتي في أولوية مكتب الإشراف التربوي بولاية رخيوت في كل عام. حقيقة الحفل السنوي الختامي لتكريم الطلبة المجيدين يأتي انسجاما مع خطة وزارة التربية والتعليم الموقرة للارتقاء بالمستوى التحصيلي. فعاليات هذا الاحتفال تم تجسيدها على مسرح مدرسة أنجدروت للتعليم الأساسي بنيابة شحب أصيب برخيوت، وسط حضور كبير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والأسرة التربوية. ونوع من التشجيع ونوع من التحفيز ونوع من التكريم لهؤلاء الطلبة الذين دائما يتميزوا في عملهم الدراسي وفي نشاطهم المدرسي. تنوعت فقرات الحفل لتشمل عددا من الفنون التي تؤدى في معظم ولايات محافظة ظفار. أودي هذا التكريم لأهلي والمعلمين وكل من ساهم وأنجح في هذا الحفل. وصولي إلى هذه المرحلة مرآة تعكس دور أسرتي ودور مدرستي ودور كل من بذل الجهد والعطاء لوصولي إلى هذه المرحلة. أشكر كل جميع الجهات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح هذا الحفل. أهدي لمدرستي أولاً والأساتذتي والأسرتي طبعاً. في الختام قام راعي الحفل بتسليم الشهادات والهدايا التذكارية للطلبة والطالبات المجيدين، والبالغ عددهم 220 طالباً وطالبة، وتكريم المؤسسات والهيئات المساهمة في هذا الاحتفال. من أجل تحفيز وتشجيع الطلبة والطالبات على الارتقاء بالمستوى التعليمي لديهم يأتي هذا التكريم الذي يعد يوما مهما للأساتذة والطلبة والطالبات من كل عام. لتلفزيون سلطنة عمان، سالم بن بخيت العامري، ولاية رخيوت. حياكم من جديد ومتواصلين معكم في برنامج صباح ومساء، ونذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، وهو في رأيك هل أصبحت الوسائل التعليمية التقليدية في تراجع في ظل انتشار التقنية؟ طبعا وصلتنا الكثير من الآراء عبر صفحتنا التفاعلية على الفيسبوك وعلى تويتر، وأيضا يعني نرحب بالجميع وبكل الآراء طول فترة البرنامج. لازلنا معكم وفقراتنا متنوعة مشاهدينا، الاهتمام بالموارد البشرية وتوفير مختلف الوسائل لتطوير أدائها وتحفيز طاقاتها وإمكاناتها وتنوع قدراتها الإبداعية وتحسين كفاءاتها العلمية والعملية هو أساس التنمية الحقيقية وحجر الزاوية في بنائها المتين.
وأيضا لذا فإننا مشاهدينا نسعى نحو البحث عن كل ما من شأنه إدارة وتنمية مواردنا البشرية وصقلها وتدريبها، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع وإدارة وتنمية الموارد البشرية نرحب معنا في الاستوديو بالدكتور خميس بن سعيد بن ناصر المني أكاديمي واستشاري موارد بشرية. مساء الخير دكتور خميس. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم، حياك الله معنا في برنامج صباح ومساء. ومباشرة موضوعنا عن الموارد البشرية، لو تعطينا كذا نبذة مختصرة وتحدثنا عن أهمية الموارد البشرية. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على اختيار هذا الموضوع. إدارة الموارد البشرية ذات أهمية كبيرة، ومنذ ما وجدت هذه العناصر البشر في هذه الأرض وبزوغ الدين الإسلامي وما بعد ذلك من الحقب و الثورة الصناعية اللي بدلت كثير في الاهتمام بالموارد البشرية، أتى الاهتمام بهذه الموارد اهتمام قوي إيمانا بالمؤسسات والمنظمات بأنه المورد البشري سيساهم مساهمة قوية في تحقيق ما تصبو إليه المؤسسة، في تحقيق أهداف المؤسسة، في تحقيق الميزة التنافسية لكل مؤسسة. جميل. إذن دكتور، يعني لو جينا نتكلم في ظل الحين في كثير من يعني البرامج التي نراها سواء كانت في التلفاز في الإذاعة يتكلمون عن الاهتمام بالموارد البشرية، لكن سؤالنا كيف يتم الاهتمام بهذا المورد البشري؟ بعدة جوانب. عندما نتكلم عن المورد البشري أو الإنسان في هذه المنظمة أو في أي مكان إن كان، الاهتمام له بتخطيط السليم لاحتياج كل مؤسسة لعدد معين من الموارد، سواء فني إداري أو أي كان ليشغل وظيفة في المؤسسة. متى ما خطط تخطيط سليم للقوى البشرية أو للقوى العاملة لأي مؤسسة، بدأ بدون أدنى شك سيصبح لهذا المورد البشري عمل، سيصبح لهذا المورد البشري أو هذا الإنسان أو هذا الموظف في هذه المؤسسة ما يقوم به أو ما ينجزه أو ما يعمله ليحقق أهداف المؤسسة. نعم. طيب دكتور، يعني لو نتعمق أكثر بشكل تفصيلي عن كيفية المحافظة على وجود كفاءات والقدرات البشرية الموجودة داخل المؤسسة. هذه مشكلة كبيرة حقيقة. نعم. يعاني منها كثير من الدول وكثير من المؤسسات، قضية هجرة العقول أو ترك الموظفين لمؤسساتهم هي مسألة كبيرة كبيرة جدا، الحديث عنها يعني قد لا يتسع الوقت، لكن نختصره في عدة حاجات. أهم ما في الأمر استقطاب واختيار العنصر المناسب في الوقت المناسب ووضعه في المكان المناسب، ومن ثم وضع آليات المحافظة عليه في ظل التنافس الشرس، في ظل المعرفة أو الإدراك التام على أن العنصر البشري هو من أهم العناصر، من أهم الأصول التي تمتلكها المؤسسة، فبالتالي المحافظة عليه يجب أن يكون يعني اهتمام قوي من قبل المسؤولين. جميل. حيث هجرت هذا الشخص لمؤسسة أخرى أو لبلد آخر يعني يلمس السمعة في المؤسسة، وأتمنى أن يدركوا تماما أصحاب المؤسسات كم من التكلفة المادية، كم من الجهد المبذول في استقطاب واختيار هذا العنصر، وإن سهلت له عملية الترك فبالتالي سيؤثر سلبا سواء كان ماليا أو ماديا لهذه المؤسسة. إذا خلينا دكتور نتكلم ليش يعني أحيانا الموظف يفكر أنه يترك مؤسسته ويلجأ لمؤسسة أخرى. هو التفكير قائم لكثير من الناس أنهم يتركوا مؤسساتهم، لأنه وين ما وجد الشخص نفسه يعمل أفضل أو يحصل على ميزة أفضل بالتالي سيترك المؤسسة بدون أدنى شك. ولكن لما ننظر إلى آليات وطرق وأساليب المحافظة على هذا، المال يأتي بالدرجة قد تكون المقدمة ولكن ما كل شيء. لما نتكلم عن العنصر البشري هذا،
ليس فقط المادة أو المال اللي يلعب دور في إبقائه، المعاملة الحسنة تلعب دور، صحيح، تدريبه يلعب دور، وضعه في المكان المناسب، سهولة وضع القوانين في المنظمة، المرونة عمل، إشراك هذا الموظف في كثير من القرارات. يعني كثير من الأشياء يعني ممكن يكون تجعل من الموظف يعني ينخلق لديه ولاء وانتماء لهذه المؤسسة، فبالتالي وين وجدت فرصة أفضل في مؤسسة أخرى يعني قد لا يفكر بها، لأنه قد يجد راتب أفضل عن المؤسسة هذه، لكن الميزات اللي ممكن يراها موجودة هنا قد لا يراها في المؤسسة الثانية. فلهذا السبب هذه أحد الأسباب اللي ممكن تبقي هذا العنصر البشري في مؤسسته. طيب دكتور، كيف يعني هل هناك طرق معينة أو آلية معينة لتحفيز المؤسسين على البقاء، الموظفين عفوا، في البقاء في مؤسساتهم، وما هي هذه الطرق؟ التحفيز يتمثل في شيئين، مادي ومعنوي. فكل واحد، شوف لما ننظر في العهد الإسلام، عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعني له طرقه في تحفيز المسلمين، في رفع معنوياتهم. كان يخوض حروب، فكان دائما ما يسأل عنهم دائما، وأكيد من القصص الموجودة كان دائما ما يشاركهم في الآراء، وشاورهم في الأمر. فكان لهم يعني رأي في كثير من الأشياء، فهذه أحد الأشياء اللي ممكن الشخص يحس إنه له كيانه وله اعتباره في هذا المكان. حتى كان في وقت الحروب كان يرفع من معنوياتهم، وكم من الآيات والأحاديث، يعني كان المسلم، كان المسلمين حديثي العهد في الإسلام، صحيح، فكان يخوض حروب للموت، ولكن كان رفع معنويات من قبل الرسول والصحابة كثير. فالهسم كان يقدم لهذا العمل بكل ما أوتي من قوة جسدية ومالية. حتى يعني اللي يجاهد في سبيل الله ويموت كان جزاؤه الجنة. فبالتالي شوف، صحيح، فإحنا ممكن نأخذ من هذا الشيء الكبير للمؤسسة شيء صغير. دعنا نخلق في هذا الشخص أو في هذا الموظف ولا حب للعمل، يحس إنه هذه المؤسسة مؤسسته، فبالتالي عفوا، فبالتالي دون أدنى شك هذا الموظف سيعمل بكل ما أوتي من طاقة جسدية وعقلية لتحقيق أهداف هذه المؤسسة. دكتور، يعني أحيانا بعض الله يعطيك العافية، طبعا يعني في بعض الموظفين في أماكن العمل يتذمرون عن العمل، يعني مثلا يعني مثل ما يعني بيئة العمل، بعض الأسباب التي قد تظهر، مثلا رب العمل مثلا يقول بأنه، أو الموظف يقول بأني كل ما أقدم اقتراح، كل ما أقدم شيء لا يأخذ به مثلا صاحب المؤسسة، فتلاحظ بأنه كثرة التغيب عن العمل والتذمر عن إنهاء مثلا بعض خلينا نقول الوظائف التي توكل إليه. فخلينا نتكلم عن هذا الموضوع. التذمر قائم موجود في كل المؤسسات، لكن يجب أن يعوا تمام المسؤولين. لما يكون في تذمر لابد أن يحل، لابد أن يوضع له نهاية، لابد أن يقلل قدر الإمكان. لأنه لو وين ما وقت ما ترك الموظف يتذمر، فبالتالي هذا ما امتد للموظفين الآخرين، وهي مثل العدوى. فهنا لابد المسؤول أن يأخذ بعين الاعتبار لماذا يتذمر، هل أعطي حقه؟ إذا ما أعطيه يعطى حقه. هل وفرت له بيئة مناسبة للعمل؟ فكثير من الأشياء لابد أن يراها المسؤول لكي يعني يقلل قدر الإمكان من تذمر الموظفين. قد يكون للموظف له الحق، قد يكون ليس له الحق بالتذمر، لكن إن وجد له الحق فيعطى حقه، إن لم يجد له الحق فيثقف، يفهم ما يعني ما هي تأثير تذمره للعمل، صحيح، ولو نفسه وللمؤسسة ككل. جميل. طيب طبعا الدكتور خميس، الموضوع الموارد البشرية موضوع جدا جميل وموضوع جدا طويل، نتمنى أنه يعني نسهب ونتحدث فيه أكثر لولا ضيق الوقت، ولكن شاكرين وجودك معنا هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا. وكلمة أريد أقولها حقيقة، إحنا في عمان تحت القيادة الحكيمة للجلالة السلطان المعظم حفظه الله،
القوانين وبيئة عمان وجغرافيتها وكل ما حولنا في سهولة لكل من أراد أن يستثمر في عمان. صحيح. وفوق كل هذا عندنا العنصر البشري العماني حقيقة، ليس مدحا له لكون أنا عماني، ولكن هذه كلمة حق قالوها. صحيح. غير عمانيين. العماني يتسم بالتواضع، يتسم بالقدرة على العمل ساعات طويلة. صحيح. يتسم بالرغبة في التعلم، يتسم في الرغبة في التقدم. فبالتالي كما أتمنى المسؤولين والمعنيين في المؤسسات يعوا تماما ويدركوا كيفية المحافظة على هذا الموظف واستغلال الاستغلال الأمثل، لأنه حقيقة مقارنة به بكوادر ثانية قد يكون عمان تشتغل في مؤسساتها بجنسيات مختلفة بحكم دخولها إلى منظمة التجارة العالمية وبحكم تشجيع الاستثمار في عمان، ولكن يبقى العنصر البشري العماني مميز في كثير من الأشياء، فممكن أن يعمل وممكن أن يحقق ميزة تنافسية. صحيح. في المؤسسة. وأنت مميز دكتور خميس، شكرا لك على وجودك معنا في برنامج صباح ومساء. شكرا. جزاكم الله خير. أحسنتم. ولازلنا متابعين معكم في البرنامج. وتتميز محافظة مسقط بالعديد من المعالم الأثرية والسياحية التي تعد عامل جذب للسائح سواء من داخل أو خارج السلطنة. فلنتابع فقرة كاميرتنا لحلقة اليوم وراجعين. عودة إليكم مشاهدينا الأحباء المتابعين لبرنامج صباح ومساء، وأيضا فقراتنا ومحطاتنا متواصلة معكم مثل ما ذكرت في بداية البرنامج. سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم، ما رأيك، هل أصبحت الوسائل التعليمية التقليدية في تراجع في ظل انتشار التقنية؟ طبعا مشاهدينا وصلتنا الكثير من التعليقات عبر صفحاتنا التفاعلية في الفيسبوك أومان تي في جنرال، في تويتر آت أومان تي في جنرال، بالإضافة إلى اليوتيوب أومان تي في جنرال. في الفيسبوك مشاهدينا يعني لو جينا نقرأ الجنان كذا بعض التعليقات اللي وصلتنا حول هذا الموضوع. عبق الزهور تقول ربما التراجع من قبل البعض وليس بشكل ملحوظ، ولا زال الأغلبية من الناس متابعين لهذه الوسائل التقليدية. من مساهمة أيضا اللي وصلتنا عبر الفيسبوك تيك كير.
يقول انتشار التقنية ساعد على الاهتمام بالوسائل التعليمية التقليدية بصورة أكبر، فالتقنية تقدم نبذة بسيطة ومختصرة حول كتاب أو خبر ما. أما شذا الزهور فتقول ليس تراجع كامل، ولكن انتشار التقنية جاء مكملا ومساندا للوسائل التقليدية. يعقوب المعولي أيضا من المساهمين معنا في الفيسبوك يقول سيف بأن التقنيات الحديثة معنية بالتعلم، ويبقى أن الجلوس الطلاب مع معلمهم أمر مهم لغرس القيم التربوية قبل إكساب الطالب العلوم والمعارف. زوز روس تقول مساءكم مبدع. طبعا مساءك خير يا أخت زوز، ومن وجهة نظري تقول نعم تراجعت كثيرا، وأصبح البعض يصب اهتمامات على التقنية الحديثة، ولكن الوسائل التقليدية ما زالت حاضرة ومتواجدة. أما أيضا محمود الفارسي فيقول طبعا بلا شك، لأن العالم في تطور ولا يبقى على مستوى واحد. أنا ما أدري جنانة بسألك، يعني تشاركينا شوية في هذا الموضوع، أنت رأيك، يعني بسألك السؤال في رأيك، هل أصبحت الوسائل التعليمية التقليدية في تراجع في ظل انتشار وسائل طبعا التقنية الحديثة؟ هي صارت في تراجع، لأن الحين صار الكتاب اللوحي موجود، صرنا نستغني عن صبورة اللي هي الطباشير، الوسائل التعليمية صارت التقنية موجودة في كل أرجائها، لكن هذا لا يعني أنه إحنا نستغني عنها تماما يعني برأيي. فما أعرف سيف أنت وجهة نظرك بكونك يعني في الحين في سلك التعليم، فكيف؟ نفس كلامك بالضبط على فكرة، لكن أنا أتذكر أمس لما تكلم عن الكتاب وغيره وعن المكتبة الصغيرة في أماكن الانتظار، ذكرتي معلومة أنت أنه في ظل وجود الكتاب اللوحي وأيضا الأجهزة الذكية بإمكاننا يعني نتصفح نقرأ في كافة الأمور، هناك برامج خاصة تعليمية موجودة في هذه الأجهزة، وبالتالي قد يكون فعلا قد وجود هذه التقنية جعلت الوسائل التقليدية التعليمية في تراجع نوعا ما، ولكن أنا أشدد وأقول بأننا بحاجة إلى هذه الوسائل التعليمية التقليدية، كون أنه يعني بعض الأجهزة جنان والبرامج قد لا يصل يعني أنت الشيء اللي تريده بالضبط، يعني أما يكون مثلا المعلم أمامك بإمكانك تتفاهم معه كونك بشر وهو بشر في نفس الوقت. أكيد. يعني سيف أنا أتذكر هذه اللي هي نقول الأوراق اللوحية، نعم، اللي كنا نستخدمها اللي هي الوسائل، يعني الحين لما أنا أشاهدها أحس باستغراب أنه في حد قاعد بعده على أيام زمان وقاعد يعمل اللي هو الوسيلة ويرسم ويكتب عليها. سبحان الله. فأعتقد أن التقنية يعني هي مستخدمة الآن بشكل واسع وكبير، وجميل أن احنا نستخدم التقنية. أعتقد يعني هي تنمي المهارات التقنية وأيضا تنمي اللي هي مهارات التعليم فعلا، وأيضا مواكبة العصر والعالم في هذه المجال قد يكون تجبر الناس على استخدام الأجهزة التعليمية، لا سيما الحين في هذه الأجهزة الذكية تتواجد الكثير من البرامج التعليمية، ويعني كل ما يساهم في هذه المواضيع ونشر الثقافة والمعرفة من خلال هذه البرامج. مشاهدينا احنا طبعا هناك الكثير من التعليقات التي وردت، وكل الشكر لكل من تواصل معنا، وإن شاء الله تعالى سنحاول تباعا أن نقرأ ونستعرض بعض هذه التعليقات، ولكن نقول جميعنا يعرف أهمية التعليم في حياتنا، وأنه أصبح جزءا لا يتجزأ من كل نواحي حياتنا اليومية، فكم جميل من يسعى وراء تطوير وسائل التعلم والتقدم وتسهيلها لقضاء حاجات الإنسان المعرفية. وأنا مشاهدين كذا يستحضرني مثل صيني يخبرنا بأن المعرفة التي لا ننميها كل يوم تتضاءل يوما بعد يوم. تقريرنا التالي إن شاء الله تعالى مشاهدينا في فقرة تكنو نتابعه ولنا عودة. حياكم الله مشاهدينا ومتابعي فقرة تكنو لهذا الأسبوع، عندنا أخبار جديدة في عالم التكنولوجيا ونبدأها بأهم العناوين. يوتيوب يعلن رسميا عن خدمة القنوات المدفوعة، وأمازون تطلق تطبيقا لرفع الصور إلى خدمة التخزين السحابي لنظام iOS، وجوجل تحسن سرعة تحميل المواقع على الأجهزة المحمولة بنسبة 30%، ونوكيا تكشف رسميا عن هاتف جديد.
وإلى الخبر الأول، حيث كشفت شركة لينوفو عن عزمها طرح هواتفها الذكية للمرة الأولى في إفريقيا مع نهاية العام الحالي، وستتجه في البداية إلى نيجيريا ثم مصر بنية التوسع في بقية أسواق القارة. وإلى الخبر التالي، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت عن دعم ميزة جديدة في محرك البحث التابع لها، تتيح للمستخدمين التفاعل مع مشاركات أصدقائهم عبر الفيسبوك مباشرة من خلال صفحة نتائج البحث. وستظهر المستخدمين محرك بينج منشورات فيسبوك المتعلقة بعبارات البحث التي قاموا بإدخالها، مع إمكانية إضافة التعليقات عليها والإعجاب بها مباشرة. وإلى عالم نوكيا، حيث كشفت شركة نوكيا رسميا عن أحدث هواتف سلسلة لوميا العاملة بنظام ويندوز فون 8، وهو هاتف لوميا 928 الذي يأتي مع كاميرا تدعم التصوير الاحترافي حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. ويتميز الهاتف الجديد عن سابقيه بأنه يأتي باللون الأبيض والأسود فقط، كما يتميز الهاتف بدعم الشحن اللاسلكي بالإضافة إلى تقنية الاتصال قريب المدى NFC. ومن نوكيا إلى عالم جوجل، حيث لفتت جوجل في تقرير أخير لها إلى تحسن ملحوظ في أداء صفحات الويب على الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، حيث بات تحميل مواقع الإنترنت أكثر سرعة بشكل ملحوظ بالنسبة للأشخاص الذين يتصفحون من خلال أجهزتهم المحمولة. وقد أصبح تحميل صفحات الويب أكثر سرعة بنسبة 30% ضمن متصفحات الأجهزة المحمولة. أطلقت شركة أمازون تطبيقها الخاص بخدمة التخزين السحابي التابع لها على نظام iOS، بحيث تتيح لأصحاب أجهزة آيفون وآيباد رفع الصور التي يلتقطونها بواسطة أجهزتهم إلى حساباتهم في الخدمة. وبحسب أمازون، فلا يتيح تطبيق أمازون كلاود درايف فوتوز رفع الصور فحسب، بل يمكن للمستخدمين مشاهدة الصور المرفوعة والمحفوظة في حساباتهم ضمن خدمة التخزين الحسابي التابعة للشركة. وإلى الخبر ما قبل الأخير مشاهدينا، حيث تسربت حديثا لما يعتقد أنه أحد أجهزة الحاسب الخفيفة أو ما يعرف بالآتروبوك العاملة بنظام التشغيل ويندوز 8 والتي تنتجها شركة سوني. ويظهر في الفيديو الذي قام متجر لبيع التجزئة في بريطانيا بتسريبه أن الجهاز ينتمي إلى فئة حاسبات الآتروبوك الهجينة أو القابلة للتحول، وهو يشبه إلى حد ما شكل وهيئة الحاسب اللوحي الذي تنتجه شركة مايكروسوفت الأمريكية سيربس. وإلى الخبر الأخير مشاهدينا، حيث أعلن موقع مشاركة الفيديو يوتيوب رسميا عن إطلاق خدمة جديدة تتيح لأصحاب المحتوى المرئي فرض مبلغ مادي لقاء اشتراك المستخدمين في قنواتهم. وتسمح الخدمة التي تقول شركة جوجل إنها ما تزال تجريبية لأصحاب القنوات أن يفرضوا على المشاهدين دفع مبلغ شهري ليتمكنوا من الوصول إلى المحتوى المرئي الذي تقدمه قنواتهم، وتبدأ الاشتراكات من $99 شهرياً. بكذا مشاهدين انتهت فقرة تكنو لهذا الأسبوع، إن شاء الله أشوفكم الأسبوع القادم وإلى اللقاء. نشكر زميلة بدرية على هذا التقرير في فقرة تكنو، ولازلنا معكم في برنامج صباح ومساء متواصلين معكم. وفقرتنا الأخيرة اليوم فقرة كذا لها علاقة بالتقنية. كم هو جميل مشاهدينا أن نجد من يفتح لنا بوابات العلم والتعلم من أجل غد مشرق،
لكي نمشي بخطى واثقة نحو هذا الغد لنبني عمان المستقبل. وفي حوارنا اليوم رح نطلعكم على إحدى هذه البوابات المشرقة، ونرحب في الاستوديو بالضيف المهندس سعيد بن سليمان العزري، المشرف العام على مشروع بوابة واثق للتعلم والتقويم الذاتي. هلا ومرحبا فيك مهندس سعيد، وطبعا اليوم رح نتحدث عن مشروع واثق اليوم في برنامجنا. طبعا نريد في البداية أن تحدثنا عن مشروع واثق، طبعا كيف أتى فكرة هذا المشروع؟ حياكم الله وأشكركم على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. واثق هو في أساسه نظام تعلم وتقويم ذاتي، جاء نتيجة جهود شباب يعني أرادوا أن يجمعوا خبراتهم المتراكمة في عدة مجالات، في مجالات المجالات التربوية، المجالات التقنية، مجالات إدارة المشاريع، ليقدموا شيء لهذا الوطن العزيز، من باب أن احنا يعني كلنا جزء من هذا الوطن، ولا بد في مرحلة من المراحل أن نقدم شيء يعني نفيد بالوطن خارج نطاق ما تفرضه الوظيفة أو ما يفرضه يعني العمل الرسمي. فاجتمعت جهودها الشباب ولله الحمد من عدة تخصصات، وقررنا أن نعمل شيء يخدم الطالب، يخدم العملية التعليمية في السلطنة، بحيث أن الطالب يجد ما يكمل ما يحصله في المدرسة. فترة الدراسة في المدرسة محدودة، لها عدة يعني محددات وكذا، فالطالب هنا يستطيع أن يذاكر في الوقت الذي يراه مناسبا، يقيم نفسه وإلى غير ذلك. جميل. المهندس سعيد، يعني المشروع اسمته واثق، يعني أنا لو أسألك عن المصطلح كذا واثق، يعني بلا شك له دلالة معينة، فيا ترى ما هي يعني سر اختياركم لهذا المصطلح؟ أكيد بالفعل سؤال مهم، وإحنا حقيقة لا أخفيكم قضينا وقت حتى يعني اخترنا هذا الاسم، لأنه كان من أهم الأهداف لنا في إدارة المشروع أن نحقق هدف في الجانب النفسي. كلنا يعني في أسرنا، إخواننا، أخواتنا، حينما يصلون لمرحلة يعني الامتحانات تجدهم تحت الضغوطات، فبالتالي أكيد شيء طبيعي، يعني نفس بشرية فتتأثر بما حولها، وأيضا أحيانا حتى الأسرة تسهم في هذا الشيء من خلال ما تتطلبه من الطالب أو الطالبة من ناحية التفوق. فإحنا قلنا أنه لابد أيضا أن نحاول بجهودنا بالخدمات التي نقدمها من خلال هذا المشروع أن نغرس يعني الثقة لدى الطالب، بحيث أنه إذا وصل إلى مرحلة الامتحانات يكون له من الحصيلة العلمية والحصيلة النفسية بثقته بالله سبحانه وتعالى، ومن ثم بنفسه وبقدراته ما يؤهله إلى النجاح والتفوق. جميل. مهندس سعيد، يعني أنت من خلال حديثك في مشروع واثق ربطت التعلم بالتقويم الذاتي، فما هو هذا الرابط الأساسي بينهم؟ نظرتنا يعني تنطلق من أن الطالب حينما يعطى الأدوات لنفسه بحيث أنه يقيم نفسه بنفسه، يتعلم قبلها طبعاً، يكمل ما حصله في المدرسة من خلال أنه يستطيع أن يراجع دروسه في الوقت الذي يناسبه، في المكان الذي يناسبه، بالآلية التي تناسبه، أيضا من خلال تسخير وتوظيف التقنيات الحديثة. يعني شبابنا ونعرفهم يعني الآن أينما نظروا التقنية أمامهم، في الهاتف، في يعني مختلف الأجهزة الكفية واللوحية وخلافه، التقنية في كل مكان، فلماذا لا نقدم لهم الشيء الذي يعني يساعدهم على أنهم هم يعني يقوموا بالتعلم الذاتي، وهنا نقصد فيه أنهم يستطيعون مراجعة دروسهم من خلال مثلا يعني مقاطع فيديوية، من خلال ما يسمى بالفلاشات أو المقاطع الحركية هكذا، من ثم يأتي مرحلة أنه يقيم نفسه بنفسه. جميل. يجري امتحانات بنفسه في الوقت الذي يناسبه أيضا. يحصل نتائج، يراجع النتيجة في نفس الوقت الذي هو مثلا ينهي امتحان، تأتي النتيجة، يستطيع أن يعني يعرف الإجابة التي أجاب عليها بنعم،
نعطي إفادة وتعزيز أيضا. جميل. يعني تعرف بمواقف المواطن الضعف وأيضا القوة عنده. أصبتي. نعم. جميل. نعم. جميل. نعم. المهندس سعيد، يعني لو نتكلم أكثر شوية عن هذا المشروع، يعني أبرز الخدمات اللي أنتم تقدموها. نعم. واثق في تركيبته من حيث أنه هو موقع إلكتروني موجود على شبكة الإنترنت. نعم. إيواثق.com مقسم في الإطار الهيكلي إلى ثلاث أشياء. عندنا الموقع التعريفي اللي هو الويب سايت. نعم. عندنا المنتدى، منتدى إثراء واثق، وعندنا البوابة. الجانب المعرفي من خلال الموقع يقدم للطالب أهم الأسئلة الشائعة، تساؤلات، ما هو، ماذا سيستفيد، كيف سيتعلم، كيف يستخدم واثق. هناك أيضا إثراء واثق والمنتدى. هنا احنا كأننا يعني نعطي الكرة أيضا الآن إلى إلى الطالب، إلى المدرس، إلى ولي الأمر، تعالوا وتحاوروا وتناقشوا فيما يهم مصلحة أبنائنا وبناتنا. جميل. كيف يستطيعون أنهم يستفيدوا من تجارب بعضهم. القلب النابض وهو الجزء الثالث اللي هي البوابة. في البوابة طبعا عندنا المقررات الدراسية مقسمة وفق التقسيم المنهجي في المدرسة، فبالتالي الطالب لن يشعر بالغرابة أن هناك هو دروسة منظمة بتقسيم معين يأتي هنا لا، بنفس التقسيمات الموجودة في الكتاب المدرسي سيجدها عندنا في البوابة. يستطيع يعني مثل ما أسلفت يذاكر هذه الدروس، يستحضرها، يجري عليها الامتحان على مستوى سواء الدرس أو الوحدة أو المقرر. أيضا النتائج يستطيع أنه يعني يعمل الامتحان اليوم، يعمله بعد أسبوع، بعد شهر، يشوف، يقيس مستوى. عندنا أيضا ما يسمى بالتقويم الذاتي المستمر. الطالب يستطيع أن يرى يعني مستوى تطوره، اقترابه من مرحلة الامتحانات، كيفية، هل هو مستعد، مدى استعداده، ما هي مثل ما تفضلته نقاط ضعفه، نقاط قوته، يركز عليها وهلم جرا. جميل. اذا يعني مهندس سعيد، فقط لكل من يتابعنا وحاب انه يتعرف على واثق اكثر، ما هي الطرق لكي يصل اليكم؟ اهم او اسهل طريقه هي عن طريق شبكه المعلومات العالميه الانترنت، اللي هو الموقع موجود ايواثق.com. الطريقة الأخرى طبعا عندنا منافذ للتوزيع. احنا انتهكنا أيضا من باب تسهيل الخدمة للطالب. نعم. أن الطالب لكي يحصل على هذه الخدمات يحصل على بطاقة اشتراك، بحيث أنه يكون له حسابه الخاص في الموقع. جميل. له بياناته له كذا، فعندنا أيضا منافذ منتشرة وموجودة أيضا في الموقع. نعم. إذا نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المشروع الرائع بالفعل. المهندس سعيد بن سليمان العزري، المشرف العام على مشروع بوابة واثق للتعلم والتقويم الذاتي، شكرا لك مهندس سعيد. شكرا جزيلا لكم. وإذا كان الوقت يسمح، فقط أنا حاب أشكر الفريق، وإن لم أذكرهم بالأسماء فهم كلهم ما شاء الله يعني يعرفون مقدار الجهد الذي بذلوه، وهذا في النهاية مثل ما بدأت حديثي خدمة للوطن وللمجتمع ولأبنائنا الطلبة والطالبات. شكرا للتحية وشكرا لك المهندس سعيد. وأيضا مشاهدينا ومتابعينا، أنا حبيت أذكركم بسؤال فقرة الاستطلاع للأسبوع القادم، هل وضعت خطة مستقبلية لمرحلة ما بعد التقاعد؟ الإجابة بنعم أو لا. ومثل ما ملاحظين السؤال واضح على الشاشة، وطبعا راح نعرض نتيجة الاستطلاع في حلقة يوم الاثنين من الأسبوع القادم بمشيئة الله. صفحتنا التفاعلية جنان، طبعا نتمنى مشاركتكم متابعينا ومشاهدينا عبر صفحتنا التفاعلية، وهي على الفيسبوك أومان تي في جنرال، وعلى التويتر آت أومان تي في جنرال، وأيضا يمكنكم مشاهدة البرنامج على أومان تي في جنرال. وقبل الختام أيضا مشاهدينا، همسة الوفاء، همسة المساء تقول: لا تطلب الوفاء من جميع الناس، بل اجتهد وكن أنت وفيا، فإن لذة الوفاء لا يشعر بقيمتها إلا الأوفياء. أدام الله تعالى قلوبنا وغرس فيها الوفاء والإخاء بمشيئة الله. متابعينا نلقاكم في مساء الغد بمشيئة الله، خلوكم معنا في برنامج صباح ومساء، وطاب مساءكم. إلى اللقاء.